عدد أو نسبة خريجات فتيات سيدات فضليات في مصر في الجامعات 50% عندنا في مصر، في أمريكا 28%، فده بالنسبة لي شيء رائع. بس احنا عندنا مشكلة إنه اللي بينزلوا سوق العمل سواء إذا كان أكاديميا أو عمليا النسبة ضئيلة جدا. مش هاخد وقتك في الحتة دي أكيد هيبقى لها مناقشة تانية. أتمنى يبقى في معانا مائدة مستديرة من أكتر من عالمة وباحثة مصرية بتكلم بجد، نقعد نتكلم في الحكاية دي وإيه السبب. لكن هرجع على الأبحاث بتاعتك في معالجة الصرف الصناعي والصرف الزراعي، يمكن الصرف الزراعي أكتر هو المعني بيه الزمالة بتاعتك، لكن سؤالي هو إحنا ينفع نستخدم مية الصرف الصناعي مثلا في الري أو حتى في ري غابات خشبية أو الري الحدائقي؟ ده حقيقي، ده يعني في حاجة أصلا العالم بقى بيعملها دلوقتي صناعي. صناعي فندم. أوكي. أقول لحضرتك حاجة. أرجوكي. البحث بتاعي في الماجستير كان عن معالجة صرف المدابغ اللي هو أسوأ أنواع مليان مواد كيماوية، وكنت مركزة بالتحديد على أني أستخلص منه مادة الكروم بحيث أن أنا أقدر أخدها من المية وارجع استخدمها تاني في الصناعة، ادخلها تاني ما شاء الله صناعة الجلود. وده حقيقي حصل، وكنتش بس بعالجه باني بستخلص الكروميوم، لا يعني كنت بقى انا عملت له معالجة بمخلفات صناعة الاسمنت. ده حقيقي. وعايز اقول لحضرتك ان نسبة استخلاص الكروم من المية وصلت ل 99%، يعني أنا خلصت من 99% من الكروميوم اللي في المية وعملت استخلاص ليه، رجعت الصناعة تاني. كويس قوي. فدي حاجة ممكن تتعمل وبطرق مستدامة، يعني باستخدام مخلفات زراعية وصناعية. حلو جدا. ممكن طبعا هي القصة كلها في ان الجدال او الديبيت هو ان احنا نستخدمه في محاصيل يعني هناكلها غذائية ولا بس طبعا الافضل ان احنا ما نستخدموش في محاصيل غذائية. أوكي. لكن انا اقدر استخدمه في غابات خشبية، اقدر استخدمه في نباتات عطرية، اقدر استخدمه في يعني في ري المسطحات الخضراء. عندنا كمية مسطحات خضراء، نباتات زينة، اشياء من هذا القبيل، يعني عندنا مسطحات خضراء كتير وخصوصا في المدن الجديدة. حلو. احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا مش بس ممكن نعالج الصرف الصناعي ونعيد استخدامه، احنا المفروض نفصل الصرف المنزلي الصرف الصحي عن الصناعي عن الزراعي. لا، الصرف الصحي نفسه يتقسم لمياه رمادية ومياه سوداء. المياه الرمادية المعالجة بتاعتها تكون أسهل، أقدر أعالجها أون سايت، والمية بتاعتها أقدر أطلعها مرة تانية أحطها في الفلاشز اللي هي اللي احنا بنستخدمها في التواليت، أحطها في الفاير، احطها في اني ازرع بيها مسطحات الخضراء قدام البيوت. ده معناها انه حتى مواسير التغذيه اللي هتدخل المنازل هتبقى اكتر من رافد، ما هياش كلها من نفس ذات الرافد. بالزبط. وبالتالي ابقى بحسن استخدام الميه بتاعتي اكتر واكتر.